تحتفل يا أحبائي الكنيسة اليوم بعيد الصليب المجيد، وفي عيد الصليب المجيد سمعنا رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس الأولى. يقول معلمنا بولس الرسول في الكتاب المقدس: بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. إذن أحبائي الصليب هو قوة الله وحكمة الله، إن كان هو جهالة للعالم كله ولكنه يظهر قوة الله ويظهر حكمة الله. اليهود في العهد القديم اعتبروا الصليب عار، اعتبروه ضعف، اعتبروه جهالة. رب المجد يسوع حينما صلب على الصليب حول الصليب من الضعف إلى القوة، حول الصليب من الجهالة إلى قمة الحكمة، حول الصليب من العمل البعيد الذي لا يرغبه الكثيرين إلى محبة البشر للصليب وافتخار المؤمن الحقيقي بالصليب. في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية أحبائي نفتخر بالصليب وقوته، لذلك نضعه على أعلى مكان في كنيستنا، أعلى مكان في الكنيسة فوق المنارة نضع الصليب، فوق الأوبة نضع الصليب، فوق رؤوسنا نضع الصليب، في كل مكان فيه عنوان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجد الصليب هو هذا العنوان وهو هذا الافتخار. إن كان يحسبه اليهود لعنة وضعف، رب المجد يسوع غير هذه اللعنة إلى قمة الحب الإلهي وقمة الافتخار للمؤمن الحقيقي. عشان كده أحبائي أبونا بشوي كامل القديس يقول عن الصليب، يقول: التأمل المتواصل في صليب ربنا يكسب النفس حرية وسلاما وقوة وغفران. هذا الذي كان صليب نعف وصليب لعنة عند اليهود أصبح لنا صليب قوة افتخار وغفران. قديس يوحنا ذهبي الفمي أحبائي يتأمل في قوة الصليب وقدرته وحكمته، يقول: أي شيء لم يقدمه لنا الصليب، قدم تعليم، قدم خلودا للنفس البشرية. عشان كده لما أحد أحبائنا ينتقل من الأرض للسماء نقول: ليس هو موت لعبيدك بل انتقال. ده واحد سافر زي ما واحد متغرب في بلد بعيدة ورجع إلى إيه، بل دي سفرية بسيطة. إحنا على الأرض عايشين غرباء، مكاننا الأصلي في السماء، يبقى لما نترك الجسد وتعود الروح إلى مكانها الأصلي نفرح ونصر، قول: يا رب إيه رجع فلان إلى مكانه الأصلي، ولما أكمل خدمته رجع إلى بيته، رجع إلى بيته بسلام. عشان كده القديس يوحنا ذهبي الفم يقول: تعليم خلود للنفس البشرية. ما يخص قيامة الجسد والازدراء بالزمنيات والاشتياق إلى الأبديات، حقا أنه يجعل من البشر ملائكة ويمارس الكل في كل موضع بذل بذل الذات. يجعل البشر ملائكة أحبائي، لأن هذا الصليب قد غفر لنا خطايانا بدم رب المجد يسوع المسفوح على هذا الصليب. رب المجد يسوع بصليبه غفر لنا خطايانا وفدانا وبذل ذاته عنا، لذلك يعلمنا أن نبذل ذواتنا عن الآخرين. يقول يوحنا ذهبي الفم: الصليب يجعلنا نحتمل حينما نقف لنصلي وننظر إلى الصليب وننظر إلى رب المجد يسوع المصلوب عليه، تتضع نفوسنا، قل له: رب علمنا إزاي نحتمل مثلك، إزاي نحتمل مثلك. قول أحد الآباء القديسين: إن أردت أن تملك مع المسيح احتمل أيضا مع المسيح. معلمنا بولس الرسول يقول في رومية 8: كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. يكمل القديس يوحنا زي الفم ويقول: أما تعرف كيف أصلح الصليب أخطاء كثيرة؟ ألم يحطم الصليب الموت؟
لم يمسح الصليب الخطية وينهي قوة الشيطان ويشبع كيان جسد الإنسان المؤمن الحقيقي المؤمن الصالح الذي يقول عنه الكتاب الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات. الإنسان الصالح هو متعلق بصليب رب المجد يسوع وبرب المجد يسوع نفسه الذي صلب على الصليب. يقول أيضا ذهبي فهم ألم يصلح الصليب العالم كله؟ ومع ذلك بعض الناس لا تثق في الصليب، بعض الناس ما زال عندها الصليب هو جهالة إلى يومنا هذا، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، قدرة الله، حكمة الله، معرفة الله، فهم الله، محبة الله، كل دي عطايا بيديها لنا ربنا لما نتعامل بالمعمودية، نخرج عندنا افتخار بالصليب، عندنا إيمان بالصليب، مع أنه عند الناس الآخرين هو جهل، هو لعنة، هو بعيد عن تأملهم أيضاً وعن قلبهم. يكمل يوحنا زي بالفم يا حبيبي وبيقول من يخبر عن أعمال الرب القديرة، ودي آية في المزمور 105، من الموت صرنا خالدين، هل فهمتم النصرة وبلغتم طريق النصرة؟ تعلموا كيف اقتنيت هذه الغلبة بدون تعب وعرق. من اللي يقتني هذه الغلبة بدون تعب وعرق؟ لابد أن يتعب الإنسان زي ما بيقول معلمنا كل سرة، نتعب عاملين بايدينا، نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعز. هو ده الإنسان اللي عارف قيمة الصليب، هو بيبذل ذاته عن الآخرين ولا يهتم بأي شيء من الأرضيات، لأن الصليب يرفعنا إلى الاهتمام بالسماويات. عشان كده كنيستنا اللي فهمة قيمة الصليب ترفع الصليب على أعلى مكان من الكنيسة، عشان ينظر إليه الإنسان المؤمن الحقيقي ويرتفع ليس بنظره البشري فقط، بل بالبصيرة الروحية يرتفع به قلبك إلى السماء، لأنك دائما تنظر إلى الصليب، إلى ارتفاعه، إلى رب المجد يسوع المخلص المصلوب على هذا الصليب. التعب والعرق في الجهاد الروحي، الجهاد كما جاهد رب المجد يسوع، التعب كما تعب رب المجد يسوع، العمل كما عمل رب المجد يسوع المسيح، ونسبح رب المجد يسوع كما علمنا المزمور وكما علمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس، ونصر قد قائلين قد ابتلع الموت إلى غلبة، قد ابتلع الموت إلى غلبة، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ دي موجودة في المزمور في العهد القديم، وبيقولها معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لأهل كورنثوس الإصحاح 15، قد ابتلع الموت إلى غلبة، أين شوكتك؟ شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية؟ أحبائي بصليب رب المجد يسوع المسيح أظهر لنا رب المجد يسوع أن الأعمال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، أعمال رب المجد يسوع وجهاده على الأرض وتنفيذه للوصية دي مسؤولية على كل مؤمن مسيحي، وأولهم إحنا، نحن ننفذ وصية رب المجد يسوع، ننفذ كلماته المقدسة، قل شكرا يا رب المجد يسوع، نسبحك دايما ونقول أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هاوية، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.